بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في محاضرة الأسبوع السابع من مادة Vertebrates Biology للفرقة الثانية علوم بيولوجي. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن جروب تاني من الحيوانات الشهيرة جدا، وهي المعروفة بالأسماك العظمية أو الأوستياكسيز. والأوستياكسيز الحقيقة أن هي بتعيش في بيئات مختلفة، بداية من كل أنواع المياه. ممكن تعيش في المياه العذبة أو المياه المالحة، الورم أو كولد ووتر، as well in brackish water. ولها أشكال مختلفة من السبايندل فورم للستريم لايند، وعندها أيضا مجموعة بالنسبة للإكزوسكيلتون، في مجموعة من الفنز أو الزعانف اللي هي بتبقى الزعانف المتوسطية والزعانف المزدوجة. ودايما بيبقى في عندي حاجة اسمها الهوموسيركل تيل أو الذيل المقسوم وسطيا. وهناك على الإكزوسكيلتون أو على الهيكل الخارجي مجموعة من الحراشيف اللي احنا بنسميها الجانويد او السايكلويد او السيتينويد سكيلز. والجانويد سكيلز وهي تسمى بالحراشيف الجانودية، والسايكلويد اللي هي الحراشيف الدائرية، والسيتينويد اللي احنا بنسميها الحراشيف المشطية. كمان في عندي انواع ما فيهاش اي نوع من السكيلز على الاطلاق. اما بالنسبة للإندوسكيلتون فهو بيتكون بشكل رئيسي من العظام، وقد يتخلله ايضا مجموعة من الغضاريف، زي ما بيكون اللي هو بيتكون مجموعة من العظام والغضاريف كما في الاستيرجونز. النوتوكورد في هذه الحيوانات بيبتدي يستبدل بمجموعة أخرى من التراكيب اللي احنا بنسميها الفيرتبريت أو الفيرتبري أو الفقرات. والماوث في هذه الحيوانات إما بيكون في المنطقة الأمامية اللي احنا بنسميه تيرمينال، أو بيكون تحت المنطقة الأمامية وبنسميه السب تيرمينال. والحقيقة ان في عندي ايضا قد يزود هذا بمجموعة من الاسنان ومجموعة من الفكوك. اما الريسبيريشن في هذه الحيوانات فهو بيتم عن طريق اربعة ازواج من الجيلز، بتكون موجودة على بوني جيل اركس، وبتبقى مغطاة بالاوبركيولم من الخارج. وبيكون عندي تركيب جديد هنا بنسميه الاير بلادر، ودي بتبقى الحقيقة دايما في الحيوانات المائية اللي هي زي الأسماك العظمية. والقلب عندي بيتكون من 2 شامبر، 1 اوريكل و 1 فنتريكل، وطبعا بيبقى في عندي حجرتين اخريتين اللي هما بنسميهم الساينس فينوسس و الكونس أرتريوزس اللي هو الجيب الوريدي والمخروط الشرياني. كمان بيبقى عندي الأورتيك أرشز، ودول بيبقوا أربعة أزواج. وبيبقى عندي أو بيظهر عندي مجموعة من الإريثروسايتس اللي بتبقى شكلها أوفل ونيوكليتد. التمبريتشر بتاع الجسم بتاع هذه الحيوانات هو حيوانات بويكولوثيرمس، يعني متغيرة درجة الحرارة. والأدلت كيدني من النوع المتوسط التقدمية اللي احنا بنسميه الميزونيفريك كيدنيز. والبرين بيبقى very small مع ومزود بالفاكتوري لوبز وسيريبروم. well developed line system، واللاين سيستم ده بيبقى موجود على الجوانب ويبقى له وظيفة حسية كبيرة جدا في الحيوانات. السكسز او الاجناس منفصلة، والفيرتلايزيشن بشكل عام بيكون اكسترنال. معظم هذه الحيوانات هي عبارة عن حيوانات بيوضة، ولكن في بعض الاحيان بتبقى بيوضة ولودة او ولودة فقط اللي هي اوفيفيبيبيروس او فيفيبيروس.
الديفلوبمنت في هذه الحيوانات بيكون دايركت، وفي بعض الأحيان بيكون في ميتامورفوز أو انسلاخات. والحيوانات دي أيضا بتبقى في عندي فيها كلاسيفيكيشن، بيبقى في عندي فيها كلاسيفيكيشن إن هي بتنقسم بشكل عام إلى تو سب كلاسز. السب كلاس الأولاني اللي احنا بنسميه الساركوبتريجاي، والساركوبتريجاي ده هو نوع من أنواع الأسماك العظمية، واللي بتكون فيها البيرد فينز لايك ليجز، يعني بتشبه فيها إلى حد كبير البيرد فين دي، بتبقى شكلها إلى حد كبير زي الأرجل كده، ولكنها لحمية، ويبقى في عندي بوني سنترال اكسس كفرد باي سكيلز تبقى موجودة في الحيوانات دي، والإير برادر بتبقى في هذه المجموعة فيستيجيال أو بتبقى يعني مضمحلة. ومن أهم الأمثلة اللي هي سمكة بنسميها الليتيميريا، وفي عندي أوردر واحد من هذه من السب كلاس ده اللي احنا بنسميه الديبنيوي أو الأسماك المتنفسة، أو بنسميها الأسماك ذات الرئات، ودي بتبقى فيها الميديم فين كونتينيوس تو فورم داي فاي سيركل تيل، والبري ماكزيلا والماكزيلا absent، الانترنال نارز present والسبيراكلز also absent، air bladder is single or paired and it's also lung like structure. ومن الحيوانات التي تعيش حتى الآن هي اللانج فيشز والبروتوبيتروس سبيشيز، ده من أهم الأنواع. طبعا اللي انتوا شايفينه قدامكم ده هو عبارة عن السمكة اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي دي اللاتيميريا. واللاتيميريا لو انتوا شايفين كده، بصوا كده على معايا على الفن دي، هتلاقوها شكلها عاملة زي الرجل بتاع الإنسان، يعني كل الفنز دي تحس انها عاملة زي الأرجل، ولكن هي مزودة بمجموعة من الفين رايز اللي انتوا شايفينها كده. طبعا ده واضح جدا هنا، زي يعني تحس انها رجل هي طالعة، وفيها مجموعة كبيرة جدا من الشعيرات اللي طالعة منها. أما أيضا من الأسماك اللي هي الرئوية اللي احنا بنسميها البروتوبيتروس أو السمكة الأفريكان لانج فيش، وهي دي سمكة مشهورة جدا، وطبعا زي ما انتم شايفين كده هوت ده بتبقى شكلها E-like، يعني عاملة زي التعبان كده، وبتتنفس باللانجس بدليل ان مفيش اي نوع من الخياشيم خالص موجودة في منطقة الرأس، وتبقى سنيك لايك او بيسموها الحاجات او الاسماك E-like fishes. النوع الثاني او السب كلاس الثاني اللي احنا بنسميه الاكتينو بتريجياي، وده الحقيقة هو بيكون في مجموعة الأسماك بتبقى بيرد فينز، ولكن الفينز بتاعتها بتبقى سن وبرود وزاوت فليشي بيزل لوبس لايك الساركوبتريجياي، وبتبقى سبورتد باي ديرمال فين ريز، يعني كل الفينز بتبقى سبورتد باي ديرمال فين ريز، و وان دورسال فين مي بي ديفايدد انتو تو اور مور، الكودال فين وزاوت ايبي كودال لوب، والأولفاكتوري ساكس not connected to mouth cavity، يعني الأولفاكتوري ساكس اللي بتبقى موجودة أو الجيوب الشمية غير متصلة بالماوس على الإطلاق. وبشكل عام بيسموها الراي فينت فيشز، ودي بتنقسم إلى ثلاثة سب جروبس او 3 انفرا كلاسز، اللي هم الكوندروسياي المثال لها الاسترجونز، والهولوسياي اللي هي الجارز والباوفنز، والتوليوستاي اللي هي عباره عن التلابيا. طبعا دي امثله عندنا، هنشوف الكوندروسياي و المثال لها اللي هو مهم جدا اللي هو استيرجون، والاسترجون ده
هو زي ما انتم شايفينه كده، هو حيوان او سمكة وزنها ممكن يصل من الى لغاية تقريبا لغاية حوالي 400 كيلو، 360 400 كيلو جرام. فهو نوع من انواع الحيوانات او الضخمة جدا، والماوس بتاعته بتبقى كبيرة، والسكيلز يوجوالي بتبقى جانويد، و primitive ray finned fishes or cartilaginous ganoids بتبقى موجودة فيها. أما النوع الثاني اللي هو بيسموه ال super order holostei، وده بيبقى holos hollow يعني holos entire، و osteon الاوستياي اللي هي bone يعني كله مكون من العظام. والماوس اوبننج بتبقى الحقيقة صغيرة، و الجانويد السكيلز تبقى ممكن تبقى جانويد او سايكلويد. والنوع الاخير اللي هو تيوليستاي اللي هو الماوس اوبننج بتبقى تيرمينال زي ما احنا شايفين كده في سمكة التاربون دي او الرهيطة. والحقيقة دي ايضا بتبقى اسماك ضخمة، ودي بتمثل معظم الاسماك الاخرى. اما بالنسبه للاسماك طبعا الهوستياي ده زي الجار زي ما انتم شايفين كده، او سمك البادل فيش او يسموه سمك الدرع، او الاسماك ذات الدرع اللي هو البوز بتاعه بيبقى طويل زي ما انتم شايفين معايا كده. المثال بتاعنا اللي هو لهذه المجموعه هو نوع من الأسماك اللي بيسموها الرهيطة الهندية أو اللابورويتا أو الرهو باللغة الإنجليزية. هو طبعا نوع من أنواع البوني فيشز، وزي ما انتم شايفين طبعا هو يعني ضخم، ما هوش صغير. السكيلز و الفين رايز constitute the exoskeleton of Labrorhita. السكيلز زي ما انتم شايفين كده معظمها زيها زي بالظبط كده، لو انتوا لاحظتوا كل السكيلز هنا اللي موجودة دي تشبه لحد كبير جدا الأسماك الموجودة عندنا اللي هي والسكيلز للسايكلويد دي طبعا موجودة و overlap by bony plates و partially covered by skins. و الحقيقة ان الاسماك دي كلها يا جماعة بتبقى ده شكل للابورويتا و الاكسترنال فيتشرز اوف لابورويتا لو انتوا شايفينها قدامكم دي، هي عبارة عن المنطقة بتتكون من الهيد والترانك والديل، أو الرأس ومنطقة الجذع ومنطقة الديل. ومنطقة الهيد دي بتتكون من النوستيريالز أو الفتحات الأنفية، والماوس اللي هو طبعا زي ما انتوا شايفين هو كده شكله تيرمينال، والآي اللي هي عبارة عن العين، ثم الأوبركيولم أو الغطاء الخيشومي ده هو، ودول على بعض كده بيكونوا المنطقة الأولى من الجسم أو المنطقة الأنتيريور أو المنطقة الأمامية، وهي منطقة الهيد. ثم المنطقة الوسطى اللي هي عبارة عن الترنك، والترنك بيتكون من الدورسال فين ومجموعة أخرى من الفينز اللي هي البيكترال فينز والبلفيك فن. وبتبقى طبعا معظم الأحشاء وكل الأعضاء الحيوية بتبقى موجودة، القلب والكلى والكبد في مناطق مختلفة داخل الجسم بتاع الحيوان. لكن الـ external features، أهم حاجة في الـ external features اللي انتوا حضراتكم شايفينها معايا اللي هو الـ lateral line ده اللي انتوا شايفينه، اللي هو عبارة عن النقط المتصلة مع بعض في الجانب بهذا الجانب والجانب المقابل له من الناحية الأخرى، وده بنسميه الـ lateral line. والـ lateral line ده هو عبارة عن sense organ بيستطيع الحيوان ان هو يقدر يعني
يحس بكل الموجات، سواء كانت الموجات بتاعت المياه او بتاعت حيوان مفترس او ما الى ذلك. ثم منطقة الديل، وهي المنطقة الاخيرة او المنطقة البوستيريور من هذا الحيوان. كل مع او معظم التيولوست بتبقى مغطاة بأحد الانواع اللي موجودة معايا، اللي هي الجانويد او السايكلويد او السيتينويد سكيلز. و الجانويد سكيل زي ما انتم شايفين هي عبارة عن أشكال معينة، شكل معين من السكيلز، وبتبقى متراصة مع بعضها البعض في مجموعة من الخطوط المتعامدة على بعضها البعض، وبتبقى زي ما انتم شايفين كده يعني عاملة زي شكل جميل جدا للحيوان، وبتبقى very shiny، بتبقى لامعة جدا وبتبقى قوية أيضا، ودي بتبقى بنسميها الجانويد سكيلز. في النوع الآخر وهو النوع الدائري أو بنسميه السايكلويد سكيلز، اللي هو موجود زي مثلا في اللابورويتا أو في التلابيا، اللي هي الأسماك التلابيا فيشز. ودي طبعا زي ما انتم شايفين هي في مجموعة من الخطوط اللي هي قد تتباعد أو تقترب تبعا للظروف الحياتية. فلما تكون الظروف الحياتية مناسبة وكويسة، الحيوان بيبتدي ينمو بسرعة، وبالتالي تبقى الخطوط بين الخطوط البينية على هذه السكيلز تبقى متباعدة، ودي بتدل على الوفرة بتاعة الغذاء والملائمة البيئية للمعيشة. ولو قلت طبعا بيبقى معنى ذلك ان الجروث او النمو بتاع الحيوان بيبقى قليل، وبالتالي طبعا بيبقى الظروف غير مواتية. اما النوع الثالث فهو طبعا النوع السيتونويد او المشطي، والمشطي هو يشبه لحد كبير جدا النوع السايكلويد او النوع الدائري او الحراشيف الدائرية، ولكن بتبقى في احد النهايات بتاعته في مجموعة من النتوءات اللي احنا بنسميها عاملة زي او بتبقى شكلها زي المشط كده، فسموها المشطية او سيتونويد. طبعا بلوكويد سكيلز دي موجودة في الكارتلوجينس فيش، دي اتكلمنا عنها قبل كده باستفاضة. من اهم التراكيب ايضا في الاسماك العظمية وهو الاير بلادر، او ما يسمونه ب الحوصلة الهوائية. والحوصلة الهوائية دي بتسمى ايضا بالسوام بلادر، ودي بتبقى موجودة في البادي كافيتي لكنها خارج الغلاف السيلومي، و above the intestinal pulp and ventral to the vertebral column، يعني بتبقى تحت ال vertebral column وفوق ال intestinal pulp. و it's elongated, white, thin walled, sac filled with gas. It's divided by transverse restriction into small anterior chamber and large posterior chamber, which are interconnected with each other. Well, air bladder is connected to the roof of the esophagus by a cylinder pneumatic duct, and such a fish is called physomotus, أو اللي هي تبقى متحكمة بالهواء. طبعا زي ما انتم شايفين ان ده الاير بلادر، ودي طبعا الحيوان لما بيحب يعوم الى تحت بيبتدي يفرغ الاير بلادر دهيت، ويبتدي ينزل لتحت لما بيحب يملاها بالجاز، ويبتدي يطلع الى الاعلى. اما بالنسبة للقلب في هذه الحيوانات فهو بيتكون طبعا من مجموعة من التشامبرز، اللي هو الاتريوم او الغلاف او الشامبر الاولانيه اللي هنسميها الاتريوم، ثم الفنتريكل والكونوس ارتريوزس، وبيبقى في قبلهم شامبر صغيره كده جدا ولكنها بتبقى مندغمه مع الاتريوم بنسميها الساينس فينوس. الدم الحقيقه بيجي للقلب او بيدخل القلب عن طريق مجموعه من الاورده اللي احنا بنسميها الوريد الكبدي، و داكت سكوفيري او قنوات كوفيريان داكت او قنوات كوفيري.
وقنوات كوفيري والهيباتيك فين ده بيجمعوا الدم من كل الأماكن المختلفة، سواء من المناطق الزيلية أو المناطق المسارقية اللي هي بتشمل الكلى والأجزاء المختلفة، والهيباتيك اللي هي المنطقة الكبدية، وبتدخل على الساينس فينوس. الساينس فينوس بينساب الدم الى الاتريوم وبعد كده الى الفنتريكل اللي هو بيدخل بعد كده للكونس ارتريوزس وبعد كده الى الفنترال اورت. طبعا بعد ما بيحصل ده كله، مجرد ما يدخل الى الفنترال اورتا بيبتدي يدخل في دورة اخرى اللي احنا بنسميها السيركيلاتوري سيستم. طيب تعالوا نفهم مع بعض الحكاية دي ممكن تحصل ازاي. الحكاية دي الحقيقة ده هو عبارة عن القلب بكل تشامبرز اللي احنا قلناها من شوية، وهنا المنطقة ديت الى الخلف هو منطقة الكبد، ثم منطقة الامعاء بكل ما فيها، ودي المنطقة المسارقية اللي بتحوي كل الانتستاينز والكيدني ثم الجونادز ومنطقة الديل. الحقيقة ان القلب بعد ما بيدخل الدم له وبيطلع عن الى الفنترال اورتا اللي احنا شايفينه كده مع بعض، ده هو الفنترال اورتا، ده هو بيدخل يعمل ايه يا جماعة؟ بيدخل الدم الى ما يسمى بالافرنجل ارتريس او الاوعية الخيشومية الواردة، والاوعية الخيشومية الواردة دي بتحمل دما غير مؤكسج، بيبتدي يدخل على الجلز هنا ويبتدي يحصل حاجة اسمها الجاز اكستشينج او التغير الغازي او التبادل الغازي. يبتدي يتخلص الدم من كل الاكسجين، من كل ثاني اكسيد الكربون اللي موجود فيه والمواد اللي هي مش محتاجها الجسم زي المواد النيتروجينية، ويبتدي يطردها الى الخارج مع الجلز، ويبتدي يبقى الدم يحصل له بقى ايه، يبتدي يحصل له اكسجينيشن، يبتدي يتملى بالدم، يتملى بالاكسجين ويبتدي يطلع علشان يلتقط بمجموعة اخرى من الشعيرات اللي احنا بنسميها الافرنت جيل ارتريس او الاوعية الخيشومية الصادرة. الاوعية الخيشومية الصادرة بعد كده بتتجمع علشان تديني ما يسمى بالدورسال اورطة، والدورسال اورطة بيرجع لورا علشان يديني يبتدي يتفرع الى مجموعة من الافرع عشان يديني الهيباتيك ارتري اللي يروح للكبد ويروح الى الدايجستيف تيوب، وكمان بعد كده يديني ايضا منطقة الميزنتريك ارتري او الشريان المساريقي اللي هو بيروح بقى لبقية الامعاء، ثم هناك ايضا ارتري بيروح ل الكليه، وواحد بيبتدي مستمر الدورسال اورتا ماشي لغايه اخر الجسم لغايه ما يروح لمنطقه الكاودال او المنطقه الزيليه علشان يغذي المنطقه الزيليه، ويبتدي يتجمع الدم مره اخرى عن طريق شبكه تانيه من الفينز او من الاورده اللي هي بتجمع الدم الغير المؤكسج من منطقة الديل ومنطقة الجونادز والكيدني والمنطقة المسارقية ومن الدايجستيف تيوب وكل الروافد بتاعتها، ايضا من المنطقة البورتل اللي هي منطقة دهيت، ومن الليفر، وبتدخل كل الحاجات دي مرة اخرى على مين؟ على مباشرة على القلب مرة اخرى علشان تديني المنطقة الكبدية اللي احنا قلناها دي، واللي بتيجي من بقية الجسم بتتجمع عن طريق الكوفيريان دكت وتدخل الى الساينس فينوسز علشان تكمل الدورة دي مرة اخرى. شكرا لحسن استماعكم، وان شاء الله نلقاكم في المحاضرة القادمة.